يا ربي يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات كافينا مهمة الأمور ما في أمانة وخفف الأثقال يوم الخلق عندك اجتمع وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور يا سيدي يا ربي يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات كافينا مهمة الأمور وخفف الأشكال يوم الخلق عندك تجتمع وأذيب الأحزان وانطع قدرنا يوم النشور يا سيدي وأذيب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور يا سيدي من يرحم المضطر من غيرك وجيبه إن دعا ومن يداوي من عجز طب المداوي عن دواء ومن إذا توكل عليها العبد من همه كفى لك صحائفنا من الأوزار بالماء الطهور نجي صحائفنا من الأوزار بالماء الطهور يا سيدي يا ربي يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات كافينا مهمة الأمور وخفف الأشكال يوم الخلق عندك تجتمع وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور يا سيدي وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم قرب لنا بالعافية من كل صالح ما نروم وجنب الخسران عنا والمخاوف والهموم واجعل لنا من ما يزول مكسب لنا فيما يدوم وعن شمائل الله وعن أيماننا وعن شمائل الله وعن أيماننا رحمة ونور يا سيدي يا ربي يا رحمن يا من بالسرائر مطلع يا قضي الحاجات كافينا مهمة الأمور وخفف الأشكال يوم الخلق عندك تجتمع وأذهب الأحزان وارفع قدرنا يوم النشور يا سيدي وأذهب الأحزان وارفع على ما نشكي وانت عالم بحالي على ما نشكي وانت عالم بحالي ما كنت راضي ما بحالي رضيتها صبر ولو ذوق الصبر يا غياثي يلي بليت ايوه واللي شفتها صبر ولو ذقت الصبر يا غياثي يلي بليت ايوب واللي شفتها يلي بليت ايوب واللي شفتها على ما نشكي عالم بحالي بحالي على ما نشكي عالم بحالي ما دمت راضي ما بحالي رضيتك
الروح لا يابس العود أخضر وأزهر في الفلا ما نسيتك يلي تعيد الروح لا يابس العود أخضر وأزهر في الفلا ما نسيتك أخضر وأزهر في الفلا ما نسيتك على ما نشكي والعالم بحالك على ما نشكي والعالم بحالك والعالم ما مد كفي للبشر وانت موجود يا خير كافي من اللي جالك كفيته ما مد كفي للبشر وانت موجود يا خير كافي من اللي جالك كفيته يا خير كافي من اللي جالك كفيته على ما نشكي وانت عالم بحالي ما دمت راضي ما بحالي رضيت يا واسع الرحمة عونك دفالي لا لا تؤخذني ذنب جليتا يا واسع الرحمة عونك دفالي لا لا تؤاخذني بذنب جنيتا لا لا تؤاخذني بذنب جنيتا